lioncity.mr. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الجزائر تستعمل المغرب دائما كورقه انتخابيه. اليوم عندنا مشكل مع حكام الجزائر. احنا الوجادة والجهة الشرقية علاقتنا طيبة، علاقتنا عائلة مع الشعب الجزائري. نتمناو ان الحكام ما يزيدوش يخدعوا هذا الشعب، لان الشعب الجزائري يستحق كل خير. احنا ماشي عديان ديال الجزائريين، والجزائر خصها تفهم بانه المغرب ماشي سبا فوق ما بغاو يخبعوا شي حاجة ولا بغاو ينجحوا في الانتخابات كيديروا المغرب عدو باش يجمعوا الشعب ديالهم. احنا ماشي عدو ديال الجزائريين، احنا اخوان ديال الشعب الجزائري. يجب على بوتفليقة مع ما نقولوا مسكين ما بقاش عنده الصحة باش يفكر، ولكن على اللي كيسيروا اليوم الجزائر انهم يرفعوا يديهم على ملف الصحراء، يخليوا المغرب ترانكيل. المغرب يتقدم بهدوء، يتقدم نحو الافضل، يخليونا ترانكيل. اليوم ما حناش كنقلبوا على المشاكل مع الجيران، اليوم حنا كنقلبوا على التنميه لبلادنا، التنميه لشعبنا ان شاء الله. هناك خطاب مزدوج ديال النظام الجزائري. خطاب المزدوج كان دائما حاضر، دائما الجزائر الوضوح ديال المستقبل الجزائر حسب المحللين اليوم هو انه الجزائر بوتفليقه ماشي هو المرشح ديالها، المرشح ديالها واحد اخر كتخليه لاخر لحظه. وباش تلتف الشعب الجزائري يلتف اليوم حول البلاد ديالو، خصهم يخلقوا واحد العدو، بغاو يخلقوه في المغرب. المغرب ماشي عدو ديال الجزائر. صاحب الجلاله نصره الله موجود في ابو ظبي لسبب شخصي، وهو اليوم في عطلة ماشي مريض. ما يغلطوش الشعب المغربي وما يغلطوش العالم كله، وخدام كيوجد السفر الامريكي، وكذلك كيوجد الامور للمغرب من الامارات. ما يمكنش يكذبوا على الشعب الجزائري وعلى العالم ويقولوا انه مريض. يخليوا ملكنا ترونكيل، يخليوا شعبنا ترونكيل، يخليوا المغرب ترونكيل. ما يمكنش الجزائر تبقى مستمره انها تزرع الحقد باش يولي الكراهيه بين المغاربه والجزائريين. عمرنا ما غنكرهوا الجزائريين، لانهم خوتنا، لانهم نسابنا، لانهم ولاد عمنا. ولكن اليوم خصهم يفهموا حكام الجزائر بانه حان الوقت باش المغرب والجزائر يتلاقاو بعيدا على الحقد اللي تربى فيهم منذ الاستقلال. ما يمكنش واحد الناس صرفنا فيهم غير الخير، وعشنا معاهم غير في الخير، وساهمنا في الاستقلال ديالهم. اليوم يردوا الخير ديالنا كله بهذا الشر. هذا واحد الاساءه للمغرب والمغاربه اللي كيمس مالكنا وكيمس بلادنا بحال اللي يمس 30 مليون مغربي. شكرا. شكرا.